وشوفوا السيرو تاعنا كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي تقيول. نتوما اللي راح تعسلوا به، وانتوما اللي تجربوا الوصفة هذه وترجعوا لاخوكم دحمانوس بالخبر. صدقوني بالله انه هذه الوصفة عمركم وعمركم وعمركم اذا راح تندموا عليها. وصفة معتمدة في الكميات الكبار والصغار، اديروها وتخلوا لي رايكم. السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناه مع شاف دحمان الطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحه جيده. كما شفتوا في العنوان، كما شفتوا في الصوره المصغره، الوصفه تاع اليوم راح تكون طاجي الحلو بالفواكه الجافه. ما عندي ما نقول لك، ويجي مشبع خفيف ظريف بالجوز واللوز، ويجي بالطبع انا هذا تشهيته وقلت ندير لكم الوصفه هذه وتكون فرجه ممتعه للجميع. راح نعطي لكم كامل الاسرار بالمقادير المضبوطه باش الاخوات اللي يحبوا يخدموا كميات كبيره ولا في الولائم راح هاد المقادير يديو بليوهم. هاد الوصفة خطيرة، نوريكم كيفاش تتحصلوا على عسيلة تجي بالطبع. شوفوا القوام تاعها، يعني عسيلة وعليها الكلام. شوفوا كيفاش تجي، ما تجيش هذيك لاصوص تشورورو. شوفوا كيفاش تجي العسيلة، تجي شويبة وتجي ثقيلة وما شاء الله. ونوريكم كامل الفواكه الجافة كيفاش توجدهم، كيفاش تحضرهم. وصفة سهلة بلا تفوار، بلا ما تحطوهم في الماء سخون. دوك تشوفوا الطريقه، وفرجه ممتعه للجميع. ما تنسوناش غير بالليجام. بسم الله على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنا، نجي نعرفكم على المقادير. بالنسبه للطاجين تاع الحلو راح نعطي لكم قاعده باش نتوما تسيروا بها، سواء كميه قليله سواء كيديروا كميات كبار، تكون عندكم كاش الوليمه ولا. هذه هي اول حاجه القاعده، واش تقول الكميه تاع الفواكه الجافه لازم تساوي الكميه تاع السكر، والكميه تاع الماء تكون دوبل الكميه تاع السكر. هذه هي دوك انا بالنسبه للفواكه الجافه واش عندي. عندي زبيب، مشمش، اناناس، كيوي والعين، راني جاملهم كامل بالميزان، راهم 500 غرام. واش تقابلها 500 غرام تاع السكر، يعني رطل، ورطل تاع السكر راح يكون زوج اضعاف تاعو تاع الماء، يعني لتر تاع الماء. هذه هي القاعده سهله مهله. واش راح نحتاجو؟ ملعقه تاع الزبده كبيره كيما راكم تشوفوا، عندنا قريصه تاع الملح، ملعقه صغيره تاع لافاني منكه وتجي بالطبع. حاجه ضروريه عود تاع القرفه، وحده نجمه تاع الارض اللي تكون متوفره عنده، تشلوهم مليح بالماء وراهم نقيين. بالنسبه للتزيين راح يكون شويه لوز شويه جوز، هادو راح نحمصهم في مقله سيباري بشويه تاع الزبده ولا فينيسيو. والحاجه الاساسيه في الوصفه تاعي وشنو هي اللي نديروها، عندنا نصف كاس تاع عسل حوالي 100 غرام، وعندنا ربع كاس تاع المزهر حوالي 60 مليليتر 70 مليليتر. هادو راح يبقاو لا فينيسيو. اول حاجه نجو نطلعوا السيرو تاعنا، نحطوا الكميه تاع السكر قلت لكم 500 غرام، ملعقه تاع لافاني، القريصه تاع الملح، الزبده، عود قرفه، ونجمه تاع الارض. واش نضيف لهم؟ لتر تاع الماء كيما راكم تشوفوا. بعد ما حطينا الماء دوك نرفدوا الكسرونه تاعنا، ندوها فوق النار ونشعلوا عليها، نخلوها طيب حوالي ربع ساعه، ونشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الفواكه تاعنا. بعد ما السيرو راهو يطيب نجو نتعاملوا مع الفواكه تاعنا. نحكموا ليها الماء بيكون بارد عادي، نرموا الزبيب تاعنا، المشمش، الكيوي والاناناس. توجور لازم يتنقاو باسكو على بالكم يكونوا تاع الميزان من الغبره من اليدين، اكو على بالكم هكذا يتنقاو غير خفيف ظريف هكذا. ها بالنسبه للاناناس هكذا خفيف ظريف يتنقى، وتوجور كسكس نخلوهم يقطروا، يعني ما راح ديروا لهم لا ما سخون ولا تفوروهم. الطريقه هذه ما عندي ما نحكي لك، نخدموهم كامل هكذايا هكذا يتنقاو ويجوا بالطبع. بعد ما تقطرت جيدا دوكا واش راح نديروا؟ نعاودوا نعمروا ما نقيقي، ما نشلوش العينه في الماء اللي كانوا فيه الفواكه. واش راح نديروا؟ بالنسبه للعينه نوجد لها الكسكس هاي ليك، ما يكون بارد. ها دخله خفيفه قسمة نحلها هذيك الغبرة وعاود رفدها، هذا ما كان يعني ما تخليهاش باش ما تفسد لناش العينة تاعنا. هذه هي، وتوجر العينة تبقى وحدها جبدها روحها. هنا بعد ما جازت ربع ساعة السيرو تاعنا بدا يتخدم، شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله راهو بدا يتقال، والغلية تكون هذيك الزبدة دوب. شوفوا كيفاش بالطبع. دوك هنا أول حاجة واش راح نديرو؟ نجيبو الفواكه الجافة اللي غسلناهم اليونانيين ما عدا الكمية تاع العينة، هذه هي نحطوهم كامل هنايا. دوك هنا واش راح نديرو؟ نخلوهم يضربو التغلية ونعاودو نولو ليها. ريحه راها دايره حاله هنا. بعد ما نشوفوا هذوك الحبيبات تاع الزبيب هم بداو يتنفخوا، الحبيبات تاع المشماش بداو يتنفخوا ما شاء الله. دوكا هنا راح نجيبوا العينه تاعنا، راها مغسوله غير خفيف ظريف وبالماء البارد، يعني باش الحبيبات تاع العينه يبقاو ملح وشايده روحتهم. بالنسبه للعينه اللي شفتها انا شويه صغيره، انتما اذا شفتوا حبيبات كبار احسن واحسن. دوكا واش راح نديروا؟ نزيدوا نخلوها طيب ونعاود نولي ليكم.
بعد ما خليناهم غلاو جيدا، نشوفوا السر تاعنا كيفاش يولي تقيول ويجي شباب. وما شاء الله هنا كاين، نشوفوا الحبيبه تاع العينه ترفدوا وتنفخوا، نعرفوا باللي دخلنا في الملح. هذه هي دوك هنا، واش راح نديروا؟ نجيبوا السر تاعنا هذيك ال 100 غرام تاع العسل، هكذا نهبطوها. صاير داير يا خويا، صدقوني انه هذه الطريقه عمركم وعمركم وعمركم الا راح تندموا فيها، يعني الا خدمتوا كميات كبار في الاعراس في الولائم دوبليو غير المقادير، احسبوا الكميه تاع الفواكه الجافه تساوي الكميه تاع السكر دوبليو الماء، وهذوك المقادير ضيفوهم زيدوا شويه شويه وهي كفايه. شوفوا كيفاش تولي هنا ما شاء الله. هنا بعد ما نحطوا العسل واش نديروا؟ نجيبوا المزهر كيما راكم تشوفوا، نحطوا الكويس تاع المزهر هكذا خفيف ظريف، نخلوها تضرب غير غليه خفيفه ظريفه، ونعاود نولي لكم. بعد ما ضربوا اتغليه خفيفه ظريفه، الريحه تاع المزهر في الاخير واش نقول لكم؟ روعه. شوفوا السر تاعنا كيفاش يجي هنا، شوف مازال ما طفيت عليه، شوفوا كيفاش راهو جامي ولا راح تحشموا بهذا الطاجين تاعنا. هذه هي دوك هنا واش راح نديروا؟ نطفيوا النار، شوفوا كيفاش تهبط. نرميو حبيبات تاع الجوز، حبيبات تاع اللوز راح يزيدوا ينكهوا لحاله ما شاء الله. هذه هي شوفوا كيفاش والله. دوك الحاجه المهمه في الطاجين وشنو هي اللي بالك وتغلطوا فيها؟ عندما تكملوه طيبوه طفيوا عليه النار حذاري ثم حذاري ثم حذاري انكم تغطوه، باسكو لو كان تغطوه واش راح يدير؟ لافابور هذيك راح تتشكل الفوق، خطأ كبير. تخلوه كيما راهو حتى يبرد تماما، هذا خطوة مهمة. دوك انا هنا واش راح ندير؟ نخليه يرتاح، ندرس الكوماسيات ونجو نشوفوها في النتيجة النهائية. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي الاعزاء، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. هاي لك الصحن تاعنا بعد ما دريسيتو خفيف ظريف. دوك انتم لاسيات اللي تشوفوا عندكم شبيب، ادريسيو كيما تحبوا. شتو المقادير عطيتهم لكم بخطوات مضبوطه، باش الا حبيتوا تخدموا كميات كبيره تخدموا وعادي في بلادي. شوفوا الحبيبات كيفاش يجوا، هذه حبيبه تاع الاناناس شوفوا كيفاش معسله. نزيدوا هنا الحبيبه تاع الكيوي شوفوا كيفاش، الحبيبات تاع العينه هكذا خفيف ظريف شوفوا كيفاش ما شاء الله. نزيدو هنا الحبيبات تاع المشماش هكذايا، حبيبه تاع الجوز هكذا، نزيدو نخطفو هكذا حبيبه تاع اللوز شوفوا كيفاش يجو، يعني الحمل حلو وعليه الكلام. وشوفوا السر تاعنا كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي تقيول. نتوما اللي راح تعسلوا به، وانتوما اللي تجربوا الوصفه هذه وترجعوا لخوكم دحمانوس بالخبر. صدقوني بالله انه هاد الوصفه عمركم وعمركم وعمركم لا راح تندموا عليها، وصفه معتمده في الكميات الكبار والصغار. اديروها وتخلوا لي رايكم. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وكانت خفيفه ظريفه عليكم. اهنا اخوكم دحمانوس، ما بقى لي يقولكم غير بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، سلام.